مساء الخير جميعا، الأخوة الكرام. ندوتنا في هذه الأمسية الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا، والتي يقدمها الرفيق فاضل الحليبي. كما تعرفون، ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا القيصرية قد حدثت في عام 1917، فقد كانت هذه الثورة الاشتراكية الحدث العظيم في تاريخ شعوب الكرة الأرضية. بعدها اشتعلت الحرب الأهلية الروسية التي استمرت 4 سنوات ما بين عامي 1918 و1921. واستطاع بعد ذلك لينين ورفاقه البلاشفة من تأسيس الاتحاد السوفيتي في عدد من الدول السوفيتية، مكونا كيانا سياسيا عرف بالاتحاد السوفيتي عالميا. وكان نواة هذا الاتحاد السوفيتي 4 جمهوريات سوفيتية اشتراكية. وفي عام 1956 ميلادية أصبح الاتحاد السوفيتي مكونا من 15 دولة اتحادية، وأصبح الاتحاد السوفيتي هو أقدم الدول الدستورية الشيوعية. ونتيجة لذلك أصبحت المؤسسات الحكومية والسياسية في الاتحاد السوفيتي تعرف باسم المؤسسات البلشفية، ثم تلا ذلك إطلاق اسم الحزب الشيوعي السوفيتي عليها فيما بعد. وأصبح الاتحاد السوفيتي قطبا دوليا من حيث القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة المعسكر الرأسمالي. وحقق الاتحاد السوفيتي إنجازات باهرة على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى مستوى غزو الفضاء، وعلى المستوى العسكري والتوازن الدولي، وعلى مستوى الدعم اللامحدود لحركات التحرر الوطني ودعم قضايا الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وبناء المجتمع الاشتراكي في دول جنوب شرق آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية وكوبا بشكل خاص، حيث وفر لها الدعم الاقتصادي والعسكري المباشر. لقد تحملت شعوب الاتحاد السوفيتي وسائر شعوب الدول الاشتراكية المنضوية تحت لواء حلف وارسو وبقيادة روسيا الأم الثورة البلشفية تكاليف الدعم والمساندة الاقتصادية والعسكرية والسياسية. لقد قدم الاتحاد السوفيتي الدعم الكبير لجميع الشعوب المستعمرة في نضالها من أجل الاستقلال والحرية، وكان ذلك على حساب رخاء وازدهار حياة مواطني الاتحاد السوفيتي. إن القيادة السوفيتية قد قدمت المثل الأعلى والنموذج الثوري الأصيل للوفاء للدول الحليفة والصديقة على سواء، إلا أن القوة الثورية والحماس في الأداء الاقتصادي كما ناقشته الصحف العالمية في ذلك الوقت قد ساده الوهن والتراجع والتسير، وفشل الحزب في إدخال النظم الإدارية الحديثة في أجهزة الدولة. وكذلك إصراره في تكريس الديمقراطية المركزية وانعدام المشاركة الشعبية الواسعة، ما أدى إلى تفشي البيروقراطية في أنظمة الحزب الشيوعي البلشفي الحاكم الذي يحكم الاتحاد السوفيتي آنذاك. أضف إلى المقاطعة الاقتصادية من قبل دول الحلف الأطلسي وحلفائهم من القوى الرجعية. كل هذه الأسباب قد أدت إلى تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. والآن نتوقف عند هذا القدر اليسير في ذكر مناقب الدولة السوفيتية الاشتراكية وسلبياتها. وشكراً لإصغائكم، والآن أدع الحديث بشكل موسع من قبل الأخ فاضل فليتفضل. مساء الخير جميعاً. وأنا أعد لهذه الندوة قرأت العديد من المقالات والكتابات
والآراء العديد من الباحثين والكتاب والسياسيين والمثقفين الذين كتبوا عن الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا. وإن كان البعض منهم حاداً وشديداً في نقد التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، إلا أنهم أجمعوا على نقطتين أو مسألتين رئيسيتان، وهما الأولى عبقرية لينين في قراره التاريخي ببدء الثورة، الثانية لأنها الحدث الأهم في القرن العشرين أي الثورة. تكمن أهمية الاحتفاء في أكتوبر الماضي بالذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا من قبل الحزب الشيوعي الروسي والأحزاب الشيوعية والعمالية ومعها العديد من القوى اليسارية والتقدمية في العالم بالأحداث والتغيرات التي حدثت في العالم في السنوات اللاحقة مع بروز الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى مؤثرة تشكل توازنا واضحا بين القوى الأخرى في العالم. أضف لذلك التطبيق الخلاق للعديد من المقولات والمفاهيم اللينينية حول الثورة والدولة والاشتراكية، أوجدت العديد من الإشكاليات والملاحظات التي أثيرت سجالا إنجلترا فرنسا ألمانيا، فإذا بها تنتصر في بلد زراعي أخطاعي. روسيا التي تمثل طبقة أو فئة الفلاحين فيها أكثر من 80%، ولا توجد فيها صناعة متطورة. بعبقرية لينين الفدة استطاع أن يقلب المعادلة عندما قاد البلاشفة في 25 من أكتوبر عام 1917، السابع من نوفمبر حسب التقويم الروسي، بالإطاحة بالحكومة البرجوازية المؤقتة، وشكل حكومة سوفيتية باسم مجلس مفوضية الشعب. بعد فشل الثورة في عام 1905، انتصرت ثورة العمال والفلاحين والثوريين بقيادة البلاشفة وزعيمهم لينين في أكتوبر من عام 1917. إن الحديث عن ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا وما حدث من تغيرات وتحولات كبيرة في العديد من البلدان في العالم والانتصارات التي تحققت فيما بعد وبالأخص بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وبروز الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى في العالم وتشكيل منظومة الدول الاشتراكية له أوجه متعددة في التقييم والرؤى. عندما نتحدث عن ثورة أكتوبر بأنها حدث عظيم واستثنائي غير العالم وساهمت بشكل كبير في نشر الأفكار الاشتراكية الماركسية اللينينية وتأسيس العديد من الأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم، ودعم حركة التحرر الوطني المناضلة ضد الاستعمار من أجل الاستقلال الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية، كان لها تأثير كبير على العديد من البلدان والشعوب في تطورها وتقدمها. لهذا عملت الإمبريالية منذ انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية لإجهاضها وفرض الحصار عليها من قبل الحلفاء في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، ودعم في الأولى الثورة المضادة من الحرس الأبيض والمناشدة وغيرهم من خلال الحرب الأهلية من خلال الحرب الأهلية فيما بعد في سنة 1918 وسنة 1920، يعني الحرب العالمية انتهت 18 وبدأت الحرب الأهلية اللي شنت على البلاشفة في 18 إلى 20، ولكن البلاشفة استطاعوا القضاء على الثورة المضادة ومضوا في تثبيت السلطة البروتارية سلطة العمال الفلاحين. من موضوعات المجلس المركزي لجمعية العلماء الروس ذو التوجه الاشتراكي، كتبوا في وثيقة لهم من قبل عدة سنوات، وتأتي عظمة ثورة أكتوبر من أنها لأول مرة في التاريخ مكنت الجماهير المستثمرة من الإمساك بزمام الأمور بقوة وبدأت لتصفية الملكية الخاصة الرأسمالية وبجمعنة وسائل الإنتاج الأساسية، وشقت على هذا الأساس الطريق المؤدية إلى إنشاء حضارة من نمط جديد ينتفي فيها استغلال الإنسان للإنسان وتخلو من اللامساواة السياسية والاجتماعية والقومية ومن الحروب
والإرهاب وظواهر العنف الأخرى شقت الطريق نحو إقامة مجتمع يلبي حاجيات المواطنين المادية والروحية ذات الأهمية الحيوية وتسوده الروح الجماعية الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وكان هذا يعني تحقيق الأماني التي ظلت تصبو إليها طوال قرون عديدة الأغلبية الكادحة في روسيا والمضطهدون في العالم أجمع. ولذا كان الأكتوبر ذاك الصدى القوي في جميع أرجاء المعمورة، وقد رحب بها بحرارة إنسانيون القرن العشرين البارزون وملايين الشغيلة في جميع القارات بصفتها المبشر بقدوم عصر جديد. وكان أكتوبر هو محطة الانطلاق الذي بدأ منها التاريخ عملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية كسيرورة عالمية. وحول تغلغل العناصر الانتهازية في صفوف الحزب وأجهزة الدولة كتبوا التالي: في الوقت الذي نفسه يتعذر فهم الكثير من الأحداث الماضية بمعزل عن تتبع الصراع الطبقي في أشكاله المتغيرة التي لم تستوعب بعد نظرياً، ففي الثلاثينيات اتخذ هذا الصراع شكل تغلغل العناصر الغريبة ما بين هلالين رجال الحرس الأبيض والعناصر الإجرامية وما شابه ذلك إلى أجهزة حفظ الحقوق والنظام. وفي حقبة الستينيات والثمانينيات اتخذ شكل تغلغل المراجعين التحريفيين ناقص المعاديين للشيوعية إلى البنى الفكرية في المجتمع وإلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وإلى الأجهزة القيادية الأخرى في الحزب والوزارات والدوائر الرسمية. وفي أكاديمية العلوم السوفيتية إذ كانت الأجهزة الأولى تتحمل وزر العديد من ضحايا الإجراءات القمعية، فإن الأجهزة الثانية تتحمل وزر الحلول النظرية والسياسية الزائفة وتشويه تطور المجتمع. وفي الوقت نفسه كان هناك عامل ذو تأثير مستمر وهو النضال الأيديولوجي ضد الاشتراكية على الصعيد الدولي، وكان هذا العامل يتخذ أكثر فأكثر طابعا شموليا ولا ينفك يعصران باستمرار سلاحه الذي يستخدمه في حربه النفسية. ويواصلون تحليلهم العلمي قائلين: ونحن نرى أنه كان من الأصح علميا والأدق سياسيا أن يجري الحديث انطلاقا من وجهة نظر المقدمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة عن أن الاتحاد السوفيتي مع كل الإنجازات التي حققها طوال مدة وجوده وحتى انهياره في عام 1991 لم يتجاوز الأطر التاريخية للاشتراكية المبكرة ولم ينجز تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. ويواصلون في جهة أخرى حول طبيعة ما جرى في داخل الاتحاد السوفيتي: وطبقا للمشروع الماركسي الليني الأول، كانت دولة الدكتاتورية البريطانية مدعومة بتأمين مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الشخصية يعجز أي نظام من جوازها تحقيقها، ولكن أي حرية تكون خداع كما أكد لينين إذا تضاربت مع مصالح تحرير العمل من اضطهاد رأس المال. بحول هذا التحديد يحتم صراع فكري نفسي عنيف، فقد زعم البرجوازيون الصغار الذين يميلون إلى تبني أفكار المذهب الفوضوي إن الأطروحة التي أعلنتها السلطات السوفيتية والمتسمة بديمقراطية عميقة وهي الوحدة بين حق العمل وواجب ممارسته هي طروحة شمولية، في حين إن هذا ليس سوى قاعدة عقلانية للحياة الإنسانية المشتركة التي يسودها الانسجام والتنسيق. وبالاستناد إليها ظل السوفيتيون طوال سبعة عقود من الزمن يتمتعون عن جدارة بضمانة الدولة لحقوقهم في العمل والراحة والتعليم المجاني والعناية الصحية المجانية وفي السكن والرعاية المكفولة في الشيخوخة، يتمتعون بنعمة لا تقدر بثمن وهي الثقة في المستقبل، وتتبنى التجربة وتنبه التجربة بأنه عند إحياء السوفيتيات من جديد ينبغي تطوير واستكمال هذه المكتسبات للمواطنين بإضافة الحق
في الحياة والأمن الشخصي وفي حماية الملكية الشخصية المتآتية عن العمل والحماية من الاستغلال والبطالة والحق في الأضراب وفي تبديل العمل ومكان السكن وفي الحصول على معلومات موضوعية وفي الحماية من التضليل الإعلامي وفي المشاركة في إدارة الإنتاج والمجتمع وفي الاتحاد ضمن منظومة اجتماعية بما في ذلك الأحزاب السياسية وحق حرية الكلمة والاجتماع والإبداع والنقد وإثبات الذات البناء طبعاً مع مراعاة المميزات التي توصل إليها علم الحقوق الدولي المعاصر. يعني هناك العديد من التقييمات حول المصاعب التي أشابت التجربة يحللونها العلماء الروس يعني بدقة حول ما يجري في بلدهم وما جرى وشلون تكابلت عليهم القوة الإمبريالية والرجعية. إلا أنهم لا ينسون يعني التضحية اللي قدموها يعني أو اللي قدمها الشعب السوفيتي. يعني مثلا يذكرون في أحد الكتابات وقد قدم الشعب السوفيتي تضحيات جسيمة خربانة على مذبح النصر وتجاوز عدد المقاتلين الذين قدموا أرواحهم في ساحات الوعد في داخل الوطن أكثر من 8 مليون وأباد المحتلون نحو 20 مليون شخص يعني مجموع من أسر الحرب والسكان المسالمين وقتل من الشيوعيين وحدهم حوالي 3 ملايين شخص وفقدت البلاد في واقع الأمر جيل ما بعد أكتوبر بكامل وهو الجيل الذي تربى في ظل السلطة السوفيتية وتجلت لديه نماذج رفيع ساطعه من ارتفاع مستوى الوعي والإكرام للذات والبسالة وحب العمل والتفاني في النظام من أجل الاشتراكية وقد أدت هذه الخسارة الفادحة إلى عواقب سلبية جسيمة فيما بعد. يعني هذه بعض المقولات وممكن بعد أشخص لكتاب عرب على سبيل المثال يعني في عند اللي هو ملاحظات نقدية الدكتور طيب الدزيني ممكن احنا نذكر بعض ما كتبه عن ثورة اكتوبر إشكالية هو ذكرها ثورة اكتوبر إشكالية ونقد كان عنده وجهة نظر حول هذا يلخص الإشكالية الدكتور طيب الدزيني إذ إن هنا تبدأ الإشكالية والرهان التاريخي يبدأ هنا هل نستطيع إنجاز هذا العمل بها بعد أن كان قد يسير جزئيا من سياقه بدر بعد أن كان قد بدر جزءا من سياقه التاريخي وثانيا هل هذا الرهان سيتحقق في مرحلة كانت الإمبريالية فيها قد بدأت بالتدفق باتجاه الشرق والغرب ومن ثم كان الرهان في بدايته إشكالية ومفحم بالتوقعات والاحتمالات ولقد كان ضرورا أن يؤكد في مثل هذه الإشارة إلى هذا الخيار التاريخي على 3 مبادئ كبرى لا يمكن لهذا الرهان أن ينجح بدونها وبدون الوحدة منها 1 العمل على إنتاج متقدم منطرد على الصعيد الاقتصادي بحيث أنه لا يستطيع أن يقف ذلك ندا لذلك الإنتاج المتقدم في العالم الرأسمالي 2 الديمقراطية المفتوحة على التعددية السياسية وعلى تعددية المناظر السياسية والثقافية 3 التطور الواسع والعميق والمفتوح للثقافة كانت 3 مبادئ كان على هذا الخيار أن يأخذ بها. يعني هذه رؤية نقدية من قبل التزيني ولكن رغم هذا يذكر هنا يعني هذا كلام بعد مهم للطيب التزيني يذكر بهذه المناسبة يعني نفسه قبل عملية موضوع قديم ليه يعني كاتبنا عن ثورة اكتوبر قبل عملية التفكك هذه كانت قد نشأت مناقشات واسعة من النطاق لم ينتبه إليها للقليل من المعنيين في المجتمع السوفيتي وخارجه مناقشات كانت محورها الأساسي هو التالي ما مصير المجتمع السوفيتي والمنظومة الاشتراكية هل نسهم يعني هذا في الفكر الغربي وخصوصا الأمريكي منه في عملية قبره وإنهائه أم ندعه يعس من الداخل كان قد اتضح في نهاية 70s أن هذا المجتمع يقصد الروسي أخذ يتآكل من الداخل وبالتالي أخذ يعيش حالة العس أي التآكل من الداخل تآكلا بنيويا ووظيفيا والسؤال في الفكر الغربي كان يطرح آنذاك على هذا النحو هل لنا أن ندعي هذا المجتمع يتم إنهامه من داخله أو نسهم بالقضاء عليه مباشرة كانوا يفكرون عن الاستراتيجيين الغربيين كان هناك خياران قد طرحهما هذا الفكر الغربي وخصوصا الأمريكي
هم المسوق الأول للخيار الأول وهو الإسهام بتدمير هذه البنية من الخارج. أقول الإسهام لأن هذه البنية قد دمرت من الداخل أساسا، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية كانت قد وجدت نفسها أمام إشكاليات كبرى وعظمى أخذت تهددها بالاضطرابات الداخلية بسبب المشاريع لآلة تسلح، مشروع تسلح حرب النجوم كان قد أخذت المليارات من الدولارات على حساب البرامج الاجتماعية التي كان عليها أن تنجز في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. يعني أنا في سيارة حمراء جي ام سي 603937 موجودة في البار بس بتشتغل، هذه أحد هنا عنده سيارة هذه موقفة وشغالة، ممكن صاحبها ناسمها. هناك العديد من الكتابات بما فيها شخصيات بريطانية وأمريكية كتبت عن هذه الثورة بشكل أو بآخر، تحديدا في الذكرى المئوية لقيام الثورة. أنا بتوقف عند معاهدة بريست لأهميتها. إحنا لما نتكلم عن لينين كعبقري، لأن حتى في قرار الاجتماع اللجنة المركزية رفض لينين من قبل أعضاء اللجنة المركزية بالإعلان عن بدء قيام الثورة، كانوا يخشون أن ما تنجح الثورة، وكان لينين دقيق في هذا الموضوع، يعني حاول يكتب رسائل فيما بعد يوضح لأعضاء اللجنة السلمية رسائل نيسان يعني ما قبل الثورة بأشهر، ولكن لما حانت الظروف خاصة في ظل الجوع والصقيع اللي كانوا يعانون من الجنود على جبهات القتال، تدمر الجنود والبحارة والمواطنين والفلاحين، فلذلك استطاع لينين بعبقريته يعني أن يرفع هذا الشعار، شعار له السلم والخبز والأرض، السلام للعمال والأرض للفلاحين. يعني كان لينين يدرك أهمية الثورة قيامها، لذلك أعلن يعني حدد وقت الثورة بالضبط حتى استطاع يبدؤون بها في أكتوبر، لما كانت السلطة البرجوازية اللي جاءت في فبراير، يعني كانت في البداية حكم فبراير 1917 اللي هو الثورة البرجوازية، يعني كانوا يعني المناشفة والاشتراكيين الثوريين كانوا هم الأغلبية في اللجنة التأسيسية. بالرغم من هذا إلا أن لينين استطاع بعبقريته أن يبدأ الثورة ويبدأها من ذلك. ما بعد اتصال الثورة راح أتكلم عن معاهدة بريست بشكل مختصر. معاهدة بريست هذه مع ألمانيا كان مجبر عليها، وكان وقتها وزير الخارجية تروتسكي، فوزير الخارجية لما راح له كان اتخذ قرار أنه لابد من وقف الحرب، يعني من خلال تمكننا من وقف هذه المعاهدة مع الألمان حتى لا يمارسون الاعتداء، والثورة توها ناشئة لنا تقريبا حوالي 14 قوة إمبريالية كانت تتآمر على الثورة. فلذلك كان لينين يفكر ان احنا عقب ما يتم التوقيع المعاهدة ان هذه الحرب عليه بتوشك على الانتهاء، بعدين بنرجع كانها لغت المعاهدة ونرجع الأراضي الروسية. كان تروتسكي يعني لما راح مع الألمان أصروا على الألمان أن يوقع عليها، قال هو لا نوقع ولا نحارب. رجع إلى لينين يقول لي بهذه الطريقة. لينين رفض هذا الفهم من قبل تروتسكي، قال لي لا نحارب إيه بس لا نوقع لا، أو سوريا لا نوقع إيه بس لا نحارب لا، لو باكر اعتدوا علينا لازم نحارب. وبالفعل اعتدوا عليهم وحاربوا ودافعوا السوفيات يعني بشراسة وبطولة لوقف الاعتداء الألماني. وفيما بعد صار وزير الخارجية بوخرين وراح وقع الاتفاقية مع أو المعاهدة مع الأهل الألمان، معاهدة بريست، بالرغم من أن هذه المعاهدة ظلمت فيها روسيا بحيث العديد من الأراضي الروسية صارت إلى جانب ألمانيا، ولكن بانتهاء الحرب في 1918 لغى كل شيء وعادت كل الأراضي الروسية من جديد إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى روسيا من جديد. هذه تعتبر جزء من عبقرية لينين، يعني الفدة في كيف يقرأ الواقع وكيف يتعاطى معه، يعني هذه وهو معروف هذا كشخصية، لولا ظروف المرض لكانت يعني إمكانيات الإبداع والعطاء بيكون أكثر، لأنه معروف حاول اغتياله
وظل المريض لسنوات كثيرة حتى مات في 1924. أنا أكتفي إلى هنا وأترك الموضوع، لأن خاصة لما نتكلم عن الدروس والعبر يعني هي واجد حقيقة يعني هذا الجانب ما يتعلق سوى على الصعيد العالمي يعني تأثير الثورة الاشتراكية أو على الصعيد العربي وأهميته وكيفية تعليم يعني الدروس والعبر نستفيد يعني كيف إن ممكن القوة السياسية تستفيد إن بحيث كيف يستطيع الحزب في ظروف معينة يعني خاصة لما نتكلم عن الحزب اللي هو الشيوعي السوفيتي كان حزبا يعني كبير وكذا ولكن تغلغلت في صفوفه القوى الانتهازية التي كانت بعيدا عن المبادئ واستطاعت أن توصل إلى قيادة الحزب ورفعت شعارات الإصلاح وكذا وإذا بها تنهي الاتحاد السوفيتي ويتحول الاتحاد السوفيتي من قوة عظمى إلى قوة هامشية مثل ما عرفتم في ظل سلطة يلسن فيما بعد فعل ما فعل بالاتحاد السوفيتي فكانت هذه الكارثة الكبيرة. لهذا أنا أترك الآن يتوقف وأترك الباب للنقاش والأسئلة. شكرا لكم.